بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني مهندسي الشبكات بالعالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم، أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو 37 من سلسلة فيديوهات النتورك بلس. في هذا الفيديو راح نتكلم عن الفصل 17 واللي هو أدوات سطر الأوامر الكوماند لاين تولز. أغلبنا إن لم يكن كلنا يعمل باستخدام التي سي بي آي بي كناقل للبيانات في داخل الشبكة، سواء كان الإصدار الرابع أو السادس. لذلك نحن في حاجة لطريقة من خلالها نقوم باختبار اتصال التي سي بي آي بي في الشبكة. لذلك وفر لنا التي سي بي آي بي عدد من الأدوات التي هي عبارة عن أوامر يتم كتابتها لكي تقوم هذه الأوامر بالتحقق من عمل الشبكة وأجهزتها وما إذا كانت تعمل بشكل صحيح أو لا. ويمكننا استخدام هذه الأدوات اللي هي الأوامر، واللي على فكرة بيطلق عليها أحيانا برامج، يمكننا استخدامها من خلال أي جهاز من أجهزة الشبكة، وذلك من خلال مثلا عندنا هنا في الأجهزة اللي هي البي سي بنستخدم مثلا السي ام دي، في الراوتر مثلا لا بنكتب الأوامر بشكل مباشر، في السويتشات إلى آخره. راح نتكلم في هذا الفيديو عن أهم أوامر وأدوات النموذج تي سي بي آي بي طبعا والمستخدمة في عالم الشبكات. نبدأ بالأمر الأول اللي هو التريس راوت، أداة التعقب. أداة التعقب وهي أداة من وتعتبر من أدوات بروتوكول الاي سي ام بي، تكلمنا عنه في فيديو سابق. إذا بروتوكول التريس راوت بيقع ضمن بروتوكول الاي سي ام بي أو بداخل الاي سي ام بي، حيث من خلاله يتم الكشف عن المسار الذي تسلكه البيانات والراوترات التي فيها البيانات من السورس إلى الديستنيشن. يعني تخيلوا معايا مثلا أنا عندي شبكة تكون معقدة شوي، هذه مثلا فيها الراوتر رقم 1 ويريد إرسال بيانات مثلا إلى راوتر رقم 10. أنا في حاجة إلى معرفة مثلا هل البيانات عندي هنا ثلاث مسارات، فأنا محتاج أعرف يعني مثلا البيانات لما تذهب من الراوتر 1 إلى الراوتر 10 ما هي المسار الذي تسلكه؟ هل هو المسار رقم 1 أم رقم 2 أم رقم 3؟ كذلك أحتاج مثلا لو أعرف معلومة اللي هي ما هي الراوترات التي تمر فيها البيانات حتى تصل إلى الديستنيشن اللي هو الراوتر 10. هذه المعلومات بيقدمها لنا بروتوكول، أو عفوا ممكن أيضا نعتبر بروتوكول بس هو أيضا أمر من أوامر التي سي بي آي بي اللي هو تريس راوت. كذلك في حال وجود مشكلة فيما بين السورس والديستنيشن اللي هو الجهاز المرسل والمستقبل للبيانات، في حال وجود مشكلة في الاتصال فيما بينهما، فإنه من خلال التريس راوت سوف نكتشف أين الخلل وفي أي راوتر يتواجد هذا الخلل. إذا التريس راوت يعطينا خريطة لمسار البيانات عند خروجها من الجهاز المرسل حتى وصولها إلى الجهاز المستقبل. تعتمد التريس راوت في عملها على بروتوكول الـ ICMP، ومبدأ عملها يعتمد على الإيكو باكيت أو سطى حزمة البيانات، لأنها مثل صدى الصوت، عندما تتكلم تسمع إعادة الكلام. والإيكو باكيت نفس الفكرة، لأنه يتم إرسال باكيت وينتظر الرد عليها. عندنا هنا مثال، عندنا هنا الراوتر 1 والراوتر 6 كان شغال وكان بيتم إرسال بيانات فيما بينهما، وفجأة انقطع عملية نقل البيانات وأصبح الراوتر 1 لا يتمكن من الاتصال بالراوتر 6. هنا إيش راح نسوي؟ راح نكتب الأمر trace route ونكتب الـ IP address أو العنوان المنطقي للراوتر 6. هنا trace route إيش راح يسوي؟ في الشاشة اللي أمامنا راح يبين التالي، راح يرسل إيكو باكيت
يعني حزمة بيانات لها سطر، يعني حزمة بيانات راح يرسلها وينتظر الرد عليها إلى الراوتر 2. طبعا أول ما حيرسلها من الراوتر 1 راح تكون بقيمة 1، بقيمة 1 كايش كتايم تو ليف، بحيث أن فقط يتم إرسالها لقفزة واحدة. فراح يتم إرسال الإيكو باكيت من الراوتر 1 إلى الراوتر 2. الراوتر 2 لو كان سليم راح يرد عليها، إذا ما كان سليم إذا ما راح يوصل للراوتر 1 رد، وراح يعرف أن المشكلة موجودة في الراوتر 2. لنفترض أن الراوتر 2 سليم، فوقتها راح يرسل رد إلى الراوتر 1، ويبان أمامنا في الشاشة أنه تم إرسال إيكو باكيت إلى الراوتر 2، وأن الراوتر 2 سليم ولا يواجه أي مشكلة. عندها راح يقوم التريس راوت في الراوتر رقم 1 بإرسال إيكو باكيت ثانية، لكن هذه المرة بقيمة تايم تو ليف 2، أي راح يتم إرسالها إلى راوترين بهذا الشكل، من راوتر 1 إلى راوتر 2، ومن راوتر 2 إلى راوتر 3. الراوتر 3 لنفترض أنه سليم، فوقت راح يقوم بإرسال رد على الإيكو باكيت إلى الراوتر رقم 1. الراوتر رقم 1 راح يظهر لنا أمام في الشاشة أمامنا أنه تم استلام رد من الراوتر 3، وأن الراوتر 3 سليم ولا يواجه أي مشكلة. وقتها راح يقوم الراوتر 1 بإعادة إرسال الإيكو باكيت، ولكن هذه المرة راح تكون بقيمة تايم تو ليف 3، وبالتالي راح تقفز إلى 3 راوترات، من الراوتر 1 2 بعدين 3 بعدين 4. لنفترض أن الراوتر 4 سليم ولا يواجه مشكلة، فوقتها راح يقوم بإرسال الرد إلى الراوتر رقم 1، ويظهر لدينا في الشاشة أن الراوتر رقم 4 سليم ولا يواجه أي مشكلة. فوقتها راح يتم إرسال إيكو باكيت هذه المرة بقيمة تايم تو لايف رقم 4. لاحظوا معايا في كل مرة بيتم زيادة عدد واحد من الراوترات أو عدد واحد من القفزات. فوقتها الراوتر 1 راح تمر الإيكو باكيت إلى الراوتر 2، ومنه إلى الراوتر 3، ومنه إلى الراوتر 4، ومنه إلى الراوتر 5. خلينا نفترض أن المشكلة موجودة في الراوتر 5، مثلا الراوتر 5 شت داون، أو الراوتر 5 فيه له مشكلة في الإعدادات، أو المنفذ فيه له مشكلة ومتوقف عن العمل. فعندما لا يرد الراوتر 5، فسوف يظهر لدينا في الشاشة أن هناك مشكلة على شكل نجمات، طبعا أن هناك مشكلة في الراوتر 5، وذلك لأنه لم يتم استلام الرد منه على الإيكو باكيت. بهذه الطريقة تم تحديد المشكلة في المسار وإنها موجودة في الراوتر رقم 5. طيب لو ما كان التريس راوت موجود، إيش وقتها كنا حنسوي؟ كانت المسألة حتكون صعبة، يعني التريس راوت وفر علينا مشوار طويل في عملية الترابل شوت واكتشاف مكان المشكلة، لأنه كنت حروح الراوتر 1 وراجع الإعدادات وأتأكد أنها شغال وأنه الإعدادات سليمة وأن الراوتر ما فيه له مشكلة، وبعد كذا أروح عند راوتر 2 أراجع الإعدادات وأتأكد أن المنافذ شغالة وأن ما في أي مشكلة موجودة في راوتر 2. وقتها بعد كذا هروح لراوتر 3 وأراجع الإعدادات وأتأكد أن المنافذ شغالة وما في أي مشكلة. بعد كذا هنتقل إلى راوتر 4 وأراجع الإعدادات وأشوف إذا كان المنفذ سليم، المنافذ سليمة وتعمل، وأكتشف أن راوتر 4 لا يوجد فيه مشكلة. فوقتها أروح أنتقل إلى راوتر 5 واكتشف وقتها أن المشكلة موجودة في راوتر 5. ولكن من خلال التريس راوت اختصرنا المشوار هذا كله، عرفنا أن الراوتر 1 سليم، راوتر 2 سليم، راوتر 3 سليم، راوتر 4 سليم، والمشكلة موجودة في راوتر 5. فبدل ما أمر على هذه الراوترات كلها، لا، أتوجه مباشرة إلى مكان المشكلة. كمان تخيلوا معايا لو كانت هذه الراوترات غير موجودة في شركة واحدة، يعني راوتر 1 موجود في شركة، راوتر 2 موجود في شركة أخرى، راوتر 3 موجود وهكذا، يعني كل راوتر موجود في شركة أخرى ما لها علاقة في شركة واحدة، وقتها راح تكون العملية أصعب. يعني راح أكلم كل مهندس موجود في
كل يعني كل راوتر تابع لي المهندس تبعه راح اضطر اتصل عليه واخليه يتاكد ان الراوتر سليم. يعني في هيدك كبير جدا، هذا الهيدك ذهب بسبب يعني اداه التعقب اللي هو التريس راوت اللي وفرت لنا هذه الخاصيه، من خلالها نستطيع اكتشاف بالضبط اين المشكله في المسار بحيث نتوجه اليها مباشره ونعالجها مما يسرع العمليه. كذلك من خلالها ممكن نرسم خريطة نحدد فيها ما هي المسار الذي تسلكه البيانات فيما بين نقطة لنقطة، مثلا فيما بين الراوتر 1 إلى الراوتر 6 ما هو المسار الذي تسلكه البيانات، وأثناء مرورها في داخل المسار ما هو عدد الراوترات وما هي الراوترات التي تمر فيها هذه البيانات. تعتبر تريس راوت من الأوامر المهمة، هي تنكتب على فكرة تريس راوت في داخل أجهزة سيسكو كراوترات وسويتشات، وتنكتب تريست في داخل أنظمة ويندوز TRAC بعدين ET تريست أتوقع زي كذا، بتنكتب في داخل نظام التشغيل ويندوز، وتعتبر من الأوامر TCP/IP وهي تابعة لبروتوكول الـ ICMP. الأمر IP config، أداة الـ IP config، وهذه الأداة أو هذا الأمر هو يقوم بإظهار إعدادات العنوان المنطقي الموجود على الجهاز سواء كان الإصدار الرابع أو السادس، مثل العنوان المنطقي اللي هو الـ IP address، قناع الشبكة اللي هو subnet mask، العنوان المنطقي للبوابة الافتراضية اللي هو الـ default gateway، عنوان الـ DNS. هذه المعلومات سوف يتم إظهارها حسب الإعدادات الموجودة على كرت الشبكة، وإذا كان يوجد أكثر من كرت شبكة على نفس الجهاز عندها سوف يتم إظهار جميع إعدادات الـ IP address لجميع كروت الشبكة الموجودة على الجهاز، مثلاً كرت الشبكة السلكي وكرت الشبكة اللاسلكي، وسواء كانت إعدادات الـ IP الإصدار الرابع أو الإصدار السادس أو كلاهما كانا موجودين في داخل كرت الشبكة فسوف يتم إظهارهما. يمكننا زي ما احنا شايفين أمامنا هنا في الشاشة تطوير الأمر أكثر، بحيث نكتب الأمر IP config بعدين /L all. عندما قمنا بإضافة الأمر all أو /all للـ IP config سوف يتم بذلك إظهار المزيد من الإعدادات الخاصة بالعنوان المنطقي. فعندما يتم كتابة الـ IP config /all سوف يظهر معلومات الـ IP إضافية إن وجدت، مثل الـ DNS الأساسي والإحتياطي، الـ host name اللي هو اسم الجهاز في داخل الشبكة، بالإضافة إلى العنوان المنطقي لكرت الشبكة. يتم ذكر العنوان الفيزيائي أيضا اللي هو الماك أدرس لكرت الشبكة، وكذلك اسم الشركة المنتجة لكرت الشبكة، والعنوان المنطقي اللي هو الـ IP address للـ TCP server، اليوم الذي تم فيه استئجار الـ IP، والتاريخ الذي سوف يتم فيه إنهاء التأجير. يتم كذلك، طبعا احنا عارفين الـ TCP server لما يقوم بتوزيع العناوين فبيعطي مدة تأجير في مثلا 45 يوم، في بعضها 12 يوم حسب الإعدادات الموجودة في الـ TCP server. بعد كذا الجهاز العميل قبل أن تخلص المدة بيقوم بإرسال طلب تجديد. طيب عشان يقوم بهذه المهمة لابد أن يكون جهاز العميل يعمل. في حال تم إطفاء جهاز العميل أو تم إخراجه من الشبكة فسوف تنتهي المدة ولن يتم إرسال طلب إلى الـ TCP server، فيقوم الـ TCP server باستعادة العنوان المنطقي الذي قام بتأجيره لهذا الجهاز، ويقوم بالاستفادة منه في تأجيره لأي جهاز آخر موجود في الشبكة. طيب هنا عندنا زي ما احنا شايفين مثال على الإعدادات التي يقوم بإظهارها الأمر IP config all. قبل ما نسيب هذا الأمر في كمان أمرين مهمين اللي هو IP config بعدين نحط /release.
وكمان عندنا بعد كلمة ip-config ممكن نحط slash والأمر renew. طيب هذول الأمرين بيتم استخدامهما لتغيير العنوان المنطقي الموجود على الجهاز والذي حصل عليه من خلال الـ DHCP server، وذلك يتم من خلال أمرين. يعني احنا عندنا هنا جهاز حصل على عنوانه من خلال الـ DHCP server، واحنا نبغى نغير هذا العنوان الذي حصل عليه هذا الجهاز من الـ DHCP server، فعندها راح نكتب الأمر ip-config بعدين مسافة space بعدين slash release، وذلك للتخلص من العنوان المنطقي الموجود على الجهاز. بعد كذا نكتب الأمر الثاني اللي هو ip-config مسافة space بعدين slash renew، وهذا يعني إعادة استئجار عنوان منطقي جديد من الـ DHCP server. من الـ DHCP server الـ ip-config يتم استخدامها مع نظام التشغيل ويندوز، أما مع أنظمة التشغيل الأخرى اللي هي الماك مثلا اللينكس اليونكس فيعادله أمر آخر اللي هو أمر يطلق عليه الـ fconfig. هو نفس فكرة الـ ip-config بس بيتم استخدامه في أنظمة تشغيل أخرى غير الويندوز، أما الـ ip-config فيتم استخدامه في نظام التشغيل ويندوز. طيب ننتقل الى الامر بينج. البينج اللي هي اداة اكتشاف الاخطاء، وبينج هي اختصار لباكيت انترنت جروبر. اداة كشف الاخطاء اللي هي البينج وتعتبر اشهر اداة يتم استخدامها من قبل مهندسي الشبكات، حيث عندما تواجهنا مشكلة في الاتصال في داخل الشبكة فان اول ما يتم التفكير باستخدامه هو الامر بينج، حيث نقوم بكتابة الأمر بينج ومن ثم عنوان منطقي للجهاز المقابل اللي هو الديستنيشن أو الراوتر أو عنوان الموقع اللي هو الويب. كتابة الأمر سوف يقوم الجهاز بإرسال 4 إيكو باكت، طبعا زي ما ذكرنا الإيكو باكت اللي هي حزمة البيانات اللي بتملك سطى، بحيث أن هي بيانات بيرسلها الجهاز وبينتظر رد عليها. بيتم إرسال 4 باكت إيكو باكت إلى الجهاز الديستنيشن، وحجم كل باكت هو 32 بايت، ويتم إرسال الأربعة الباكت بالتتابع بفارق يحسب بالملي ثانية. وهنا إما أن يكون الرد إيجابي فذلك يعني أنه لا يوجد مشكلة في الاتصال، أو أن يكون الرد سلبي فذلك يعني وجود مشكلة في الاتصال. البينج من خلاله راح نكتشف نقطتين أساسيتين، وهما النقطة الأولى لاكتشاف هل الجهاز الديستنيشن أو الجهاز الذي نريد إرسال بيانات إليه والاتصال به يعمل، وبالتالي راح يقوم بالرد عليك. النقطة الثانية هل جهازك قادر على الوصول إلى الجهاز الآخر أو لا، مثلا لو كتبنا مثلا أمر بينج 10.1.1.1 راح المفروض يعطينا رد إنه ريبلاي فورم 10.1.1.1 و البايت او حجم الباكت اللي تم ارساله هو 32 بايت، التايم مثلا اقل من 20 ملي سكند او ملي ثانية، التايم تو ليف هو 128. هنا نستنتج ان الاتصال سليم وذلك لاستلامنا رد من الديستنيشن وهو 10.1.1.1. بالاضافة الى ذلك يوفر لنا البينج معلومات اضافية بالاضافة الى امكانية الوصول من عدمه، وهي عدد الباكتز التي تم خسارتها اثناء الاتصال. هل مثلا يعني هو تم ارسال 4، هل جميعها تم الرد عليها ام تم خسارة 1 أو 2 اثناء عملية الارسال. كذلك سرعة الاتصال وذلك من خلال المدة الزمنية التي تم استغراقها في عملية ارسال البنك، حيث يتم اظهار المدة الزمنية الاعلى والاقل في عملية الارسال. يعني احنا عندنا 4 باكت راح يتم اظهار ما هي السرعة الاعلى والسرعة الاقل في عملية إرسال الأربع باكتس. أما إذا كان الرد سلبي فسوف يكون الرد عن طريق رسالة من رسائل الخطأ
الخاصة ببروتوكول الـ ICMP. مثال على أهم هذه الرسائل عندنا رسالة Transmit Field، وذلك يعني في الغالب وجود مشكلة من ناحية الوسط الخاص بالشبكة مثل كابل الشبكة. عندنا الرسالة Destination Network in Reachable، وذلك يعني أن الشبكة المرسل إليها غير قابلة للوصول إليها، وذلك يعني وجود مشكلة في الوصول إلى الشبكة Destination بكامل أجهزتها. عندنا بعد كده الرسالة Destination Host in Reachable، وذلك يعني أن الجهاز الذي نحاول الوصول إليه غير قادرين للوصول إليه، يعني الشبكة ممكن تكون شغالة بشكل ممتاز لكن المشكلة تحديدا في الجهاز الذي نحاول الاتصال عليه. عندنا الرسالة Destination Protocol in Reachable، وذلك يعني أن الجهاز الذي نحاول الوصول إليه غير قادرين للوصول إليه. طبعا أتوقع أن الرسالة لا، طبعا هنا بروتوكول وهنا هوست. اذا البروتوكول هنا لما نقول Destination Protocol in Reachable فذلك يعني ان البروتوكول الذي نحاول استخدامه في الوصول والاتصال بالجهة المقابلة او بالجهاز المقابل اللي هو Destination غير مدعوم من قبل Destination. مثال نحن بنستخدم بروتوكول TCP/IP والDestination مثلا لا يدعم TCP/IP، وبالتالي وقتها راح يظهر لنا رسالة Destination Protocol Reachable. عندنا رسالة Destination Port Reachable، وذلك يعني أن المنفذ الذي نحاول من خلاله الاتصال بالDestination مغلق. مثلا نحاول الاتصال بالDestination من خلال المنفذ مثلا 80 أو من خلال المنفذ 23 مثلا تبع التنت والثمانين تبع HTTP، وظهر لنا رسالة Destination Port Number Unreachable أو Destination Port Unreachable، وذلك يعني أن المنفذ الذي تحاول تدخل من خلاله وتتصل من خلاله بالDestination أو بالطرف الآخر غير قابل للوصول إليه، فذلك يعني أن المنفذ زي ما ذكرنا قد يكون مغلق، وهذا غالبا ما يكون بسبب الجدار الناري اللي هو الفايروول، واللي هي واحدة من أهم وظائفه هي إغلاق المنافذ التي نريد منه أن يغلقها في داخل الشبكة أو في داخل جهاز معين. عندنا بعد كده رسالة Source Route Field، وذلك يعني أن الراوتر الخاص بالSource فشل في إيجاد مسار يؤدي إلى Destination، وهذه المشكلة متعلقة بالراوتر، أن جهاز الراوتر الموجود لدينا غير قادر على إيجاد مسار يؤدي إلى الطرف الآخر. عندنا رسالة Destination Network in Noun، وذلك يعني أن الراوتر في اللي موجود عندنا جهاز الموجه أو الراوتر الموجود لدينا في جهاز السورس لا علم له بهذه الشبكة. عندنا رسالة TTL اللي هي Time to Leave Expired in Transit، وذلك يعني أن Time to Leave انتهت ولم تصل الإيكو باكت إلى الديستنيشن أو إلى وجهتها، والتايم تو ليف يتم فيها تحديد العدد الأقصى للراوترات التي تفصل فيما بين السورس والديستنيشن، وهي ليست ثابتة وإنما يعود تحديدها إلى نظام التشغيل المستخدم. فمثلا الويندوز يكون قيمة التايم تو ليف بتساوي 128، وفي لينكس بتساوي 64، وفي سيسكو بتساوي 255. هذه القيم اللي هي الديفولت في حال ان الباكتس المرسلة اللي هي البينج باكتس قامت بتجاوز قيمة التايم تو ليف فوقتها، ولم طبعا قامت بتجاوزها ولم تصل الى الديستنيشن، فوقتها راح تظهر لنا الرسالة تايم تو ليف اكسبايرد ان ترانزيت. يوجد لدينا مجموعة خيارات إضافية من الممكن استخدامها مع أمر البينج، وأهمها في التالي. عندنا minus t، بعد أن نكتب أمر البينج مثلا والآي بي مثلا 10.1.1.1 مثلا بنكتب space بعد minus t. minus t في البينج في حالة الطبيعية بيقوم بإرسال عدد 4 باكتس
مع الخيار ماينس دي سوف يتم إرسال الباكيتس بشكل مستمر اللي هي الإيكو باكيتس بشكل مستمر وبلا نهاية، وسوف لن يتوقف الجهاز عن عملية إرسال الإيكو باكيتس حتى يقوم مهندس الشبكة بنقر الزرين كنترول بلس سي، يعني زر الكنترول زائدا زر السي الموجود في الكيبورد، فوقتها راح يتوقف عملية إرسال الإيكو باكيتس. بإيش نستفيد من هاي العملية؟ إن إحنا نرسل إيكو باكيتس إلى ما لا نهاية للتستنيشن. تخيل إنه في عمل مثلا يجري فيما بين السورس والتستنيشن، مهندس الشبكات مثلا بيقوم بتغيير التوصيلة معينة أو بيقوم بعملية تركيب، وإحنا نبغى نتأكد من حالة الربط، فراح يتم إرسال إيكو باكيت والرد عليها. فلو حصلت مشكلة راح يبين لدينا في الرسائل السلبية، وراح نعرف المشكلة وراح نتواصل مع المهندس الموجود في الطرف الآخر، وإذا كان الخط سليم راح يبين أن الخط سليم بالرد الإيجابي حتى ننتهي مثلا من عملية الإصلاحات، ووقتها ممكن نقوم بضغط الزرين كنترول وسي مع بعض فيتم توقف أو التوقف عن عملية إرسال الباكيت إيكو أو الإيكو باكيتس اللي هي الخاصة ببروتوكول البينج. عندنا الخيار الإضافي اللي هو الماينس A. الماينس A هذا الخيار يتم استخدامه لترجمة وتحويل العنوان المنطقي إلى ما يقابله من الجهاز اسم الجهاز. يعني مثلا عندي عنوان منطقي اللي هو 10111 وعملت عليه بينج وكتبت في آخر الأمر ماينس A، فراح يظهر لي اسم الجهاز الموجود في الشبكة مثلا PC1 PC2 وهكذا. عندنا الخيار ماينس N وهو خيار لتحديد عدد الإيكو باكيتس المراد إرسالها من الجهاز المرسل إلى الجهاز المستقبل، مثلا 10 100 1000. هنا مش إرسال إلى ما لا نهاية، هنا لما نكتب ماينس N احنا مطالبين بان احنا نحدد عدد البينج باكيتس، فمثلا ممكن نكتب 5 فيتم ارسال 5، ممكن نكتب 1 فراح يتم ارسال 1 ايكو باكيت او خاصة ببروتوكول البينج. عندنا الخيار الاضافي اللي هو الماينس ال، او عفوا هو مش ماينس ال، عندنا اثنين ماينس ال وماينس اي. الماينس ال هو لزيادة حجم البينج ايكو باكيت، وذلك لان حجم الايكو باكيت هو 32 بايت. من خلال هذا الخيار اللي هو ماينس ال سوف نستطيع زيادة الحجم عن 32 بايت الى احجام اكبر من 32 بايت. عندنا الخيار ماينس اي وهذا الخيار هو لتحديد قيمة التايم تو ليف الخاصة بالايكو باكيت. احنا عارفين ان في قيم محددة باي ديفولت، لكن احنا ممكن نعدل عليها مثلا نخليها 10 5 6 مثلا، ونرسل البينج باكيت بقيمة التايم تو ليف اللي راح نحددها بعد ما نكتب الامر ماينس اي. بعد كده عندنا الخيار ماينس دبليو وهذا طبعا نكتبه بعد الامر البينج، ومن خلال هذا الامر راح نستطيع تحديد المدة الزمنية التي ننتظر فيها إرسال وعودة الإيكو باكيت إلى طبعا المدة الزمنية اللي قام الجهاز المرسل بإرسالها وانتظار الرد على الإيكو باكيت. إذا نقصت هذه المدة عن المدة اللي قمنا بتحديدها فسوف يتم اعتبار أن الديستنيشن لا يمكن الوصول إليه. كما نستخدم نحن البينج في التأكد من صحة الوصول إلى الديستنيشن، كذلك يمكننا استخدام البينج، خلينا بس نرجع للسابق، في عملية التأكد من اللوكال لوب باك أو اللوب باك اي بي ادرس، وهو عنوان منطقي محجوز لكرت الشبكة لكي نقوم بعمل بينج له، وذلك للتأكد من أن TCP/IP مثبت عليه بشكل صحيح، وذلك من خلال الأمر ping بعدين نكتب
اللوكال لوب فاكرينه اللي احنا تكلمنا عنه لما تكلمنا عن العناوين المنطقية اللي هو 127 0 0 1. هذا يكون موجود في جميع كروت الشبكة التي تعمل ببروتوكول TCP/IP. لما نيجي نكتب البينج 127 0 0 1 فسوف نتأكد بذلك أن كرت الشبكة مثبت عليه TCP/IP بشكل سليم. طبعا 127 0 0 1 هذا فين؟ في TCP/IP الإصدار الرابع. بيعادله في TCP/IP الإصدار السادس هو كولين اللي هي نقطتين او دبل دبل كولين راح تكون مرتين مكررة واحد. بيعادل في الاصدار السادس راح نكتب الامر بينج دبل كولين واحد سواء كان 127 0 0 1 لما راح نكتب هذا الامر وننقر انتر ويدينا رد ايجابي. فذلك يعني ان TCP/IP الاصدار الرابع مثبت على كرت الشبكة بشكل صحيح. ولما نيجي نكتب الامر بينج دبل كولن واحد فذلك يعني ان TCP/IP الاصدار السادس مثبت على كرت الشبكة بشكل صحيح. مثال على استخدام بروتوكول او امر البينج في عملية الترابل شوت وهي محاولة اكتشاف مكان المشكلة وموقعها في داخل الشبكة. فمثلا عندنا هنا البي سي رقم واحد. البي سي رقم واحد غير قادر على الاتصال بالبي سي رقم اثنين. لكي نكتشف مكان المشكلة نقوم بعمل بينج اول حاجة لللوب باك ادرس الخاص بالبي سي رقم واحد اللي هو راح نكتب الامر بينج 127 0 0 1. لما يجينا الرد راح نتأكد ان كرت الشبكة يعمل بشكل سليم وان بروتوكول TCP/IP مثبت عليه بشكل صحيح. بعد ذلك راح نقوم بعمل بينج للديفولت جيتوي الخاص بالجهاز رقم واحد واللي هو هنا امامنا في اللي هو الراوتر رقم واحد هو يعتبر الديفولت جيتوي او البوابة الافتراضية اللي راح يخلي الجهاز واحد يتصل مع اي جهاز اخر موجود في شبكة في اي شبكة اخرى. عشان نتأكد انه يعمل راح نقوم وقتها بعمل بينج ل 172 168 واحد واحد راح نجد انه سليم ويعمل. راح وقتها نعمل بينج على 172 16 واحد اثنين. طبعا هذا الاي بي هو متصل مع الاي اس بي او مزود الخدمة. لنفترض ان الراوتر رقم اثنين هو مزود الخدمة. هنا راح نتأكد مثلا ان ما في مشكلة على المنفذ الموجود في الراوتر رقم واحد اي ان راوترنا سليم الموجود لدينا في الشبكة ولا يعاني من اي مشكلة. فوقتها راح نيجي نسوي بينج على 172 16 واحد واحد. استلمنا رد ايجابي فذلك ممتاز، اذا المشكلة ليست موجودة في الراوتر اثنين. لو استلمنا رد سلبي فذلك فوقتها راح نعرف ان المشكلة موجودة في الاي اس بي الانترنت سيرفيس بروفايدر او في مزود الخدمة. ووقتها راح نقوم بالاتصال على مهندس مزود الخدمة ونخبره بأنه يوجد مشكلة في الراوتر رقم اثنين أو في العنوان تبع الراوتر رقم اثنين وأننا غير قادرين بالاتصال على الشبكات أو على الأجهزة الموجودة في الشبكات الأخرى. إذا أعطانا رد إيجابي فذلك يعني أنه لا يوجد مشكلة في من ناحية الاي اس بي. فوقتها راح نقوم بعمل بينج للراوتر ثلاثة واللي موجود في شبكة الطرف الآخر الخاص بالجهاز رقم البي سي 2. واذا اكتشفنا ان المشكله موجوده فيه فوقتها راح نكلم المهندس التابع لهذه الشبكه ونقوم باخباره انه في مشكله موجوده في الراوتر رقم 3 التابع لكم واحنا غير قادرين بالاتصال بالشبكه التابعه لكم بسبب وجود المشكله في الراوتر رقم 3. وبذلك نكتشف كيفيه اكتشاف مكان المشكله من خلال امر البينج. طبعا هنا مثال على استخدام امر البينج. احنا نستطيع استخدام امر البينج سواء مع عناوين منطقية او على اسماء مواقع مثلا فهنا او اسم الجهاز الموجود في الشبكة. فمثلا هنا عندنا بينج www.google.com
وهنا راح يجيني الرد زي ما احنا شايفين، رد ايجابي ريبلاي فورم، واعطاني الاي بي ادرس الخاص بشركة او بالسيرفر الذي نتصل به على جوجل، وحجم كل باكت وهي 32 بايت، والتايم تو ليف او عفوا مدة التايم كانت 42، التايم تو ليف وصلت الى 242. احنا ما عندنا اي بيانات تم خسرانها، جميعها وصلت يعني شوف 0% لوس، اي ان جميع الاربع باكتس وصلت سليمة الى جوجل دوت كوم، وذلك يعني ان اتصالنا مع موقع جوجل سليم، وذلك يعني طبعا اتصالنا بشبكة الانترنت سليم، وذلك بسبب جوجل اساسا بتقع ضمن شبكة الانترنت. فطبعا هنا يبان مثلا يبين لنا المينيمم المدة الاقل اللي تم فيها ايصال البيانات، المدة الاعلى التي تم فيها ايصال البيانات، الافريج اللي هو معدل نقل البيانات كان 42 ملي سكند للاربع باكيتس. هنا ايضا من خلال الدوز او الكوماند برومبت الموجود في الويندوز، لما نيجي نكتب الامر بينج بعدين سبيس سلاش بعدين علامة استفهام، راح يظهر لنا الخيارات الاضافية اللي ممكن نضيفها الى امر البينج، وكل خيار مشروح معه في ماذا يتم استخدامه. وزي ما ذكرنا يعتبر البينج من اشهر الاوامر اللي بيتم استخدامها، وهو من الاوامر البديهية اللي مجرد احنا نعاني من مشكلة في الاتصال بنقوم مباشرة باستخدام هذا الامر. عندنا امر الباث بينج، اداة التعقب وكشف الاخطاء. الامر باث بينج هو امر 2 في 1، وذلك لانه يجمع فيما بين التريس راوت وامر البينج. كلا الامرين البينج والتريس راوت كلاهما راح تم جمعهما في امر واحد واللي هو الباث بينج، ويتم استخدام الباث بينج في شبكة الانترنت او في الشبكات الكبيرة والتي تحتوي على عدد كبير من الراوترات. يقوم الباث بينج عند تطبيقه بالقيام بالتتبع المسار قفزة قفزة راوتر راوتر حتى يصل الى الديستنيشن، مما يبين لنا المسار، كذلك عدد وعناوين الراوترات التي تمر فيها هذه البيانات، تماما مثل التريس راوت. كذلك يقوم الباث بينج بإرسال الإيكو باكيتس لمعرفة سرعة نقل البيانات ومقدار ضياع البيانات، تماما مثل البينج. أمر الباث بينج يتم استخدامه في أنظمة التشغيل ويندوز، ويعادله الأمر ماي تي أو الماي تريس راوت في أنظمة التشغيل يونيكس ولينكس. ننتقل إلى أمر تابع لبروتوكول الأرب، والأرب بروتوكول اللي هي اختصار لأدرس ريزوليوشن بروتوكول، هو بروتوكول من بروتوكولات التي سي بي اي بي، ويتم استخدامه في عملية ايجاد العنوان الفيزيائي المقابل للعنوان المنطقي، وذلك لان عملية ارسال البيانات كما نعلم تتطلب العنوان المنطقي بالاضافة الى الفيزيائي، ويتم تسجيل العناوين المنطقية وما يقابلها من العناوين الفيزيائية في داخل جدول الارب اللي بيطلق عليه الارب كاش. في حالة استلام الجهاز لبيانات يريد ارسالها الى الديستنيشن ويملك الاي بي ادرس عنوان، طبعا احنا مثلا السورس يريد ارسال بيانات الى الديستنيشن، وهذا السورس يملك العنوان المنطقي للديستنيشن او الجهاز المرسل اليه، ولكن لا يملك الماك ادرس او العنوان الفيزيائي الخاص بالجهاز المرسل اليه، عندها يقوم الجهاز بارسال ارب ريكوست على شكل بث برودكاست يحتوي على العنوان المنطقي ويطلب ما يقابله من العنوان الفيزيائي. الجهاز صاحب الاي بي سوف يرد على الارب ريكوست ويقوم بارسال الماك ادرس الخاص به، عندها يقوم الجهاز بتسجيل العنوان المنطقي وما يقابله من العنوان الفيزيائي في داخل الارب تيبل او الارب كاش، وتسمى هذه الطريقة في عملية ادخال العناوين بالديناميك ارب.
اللي هي تتم بشكل تلقائي بدون أي تدخل منا. يوجد لدينا طريقة ثانية في عملية تسجيل العناوين في داخل جدول الأرب، واللي هي الستاتيك أرب، وهي أن نقوم بإدخال العنوان المنطقي وما يقابله من العنوان المادي اللي هو الفيزيائي الماك أدرس مع الآي بي أدرس، وذلك بشكل يدوي، ونقوم بذلك من باب الحماية من هجمة أمنية يطلق عليها الأرب سبوفينج، وهي عملية تسميم جدول الأرب، وتسميمه تعني وضع معلومات مزورة فيه. يقوم بروتوكول الأرب بعمل أمرين، وهما الأرب ريكوست، وهو البحث عن الماك أدرس لآي بي معين ويرسل لجميع الأجهزة في داخل الشبكة. بعد كذا راح يجي رد اللي هو الأرب ريسبونس، وهو للرد على الأرب ريكوست، حيث يخبره أنه هو صاحب العنوان المنطقي وهذا العنوان المادي المقابل له، وتقوم الأجهزة لتسريع العملية بتخزين هذه المعلومة في داخل جدول الأرب. المشكلة الأمنية هنا هي أن بروتوكول الأرب غير آمن، بحيث أن الأجهزة تثق في الأرب ريسبونس دون يعني في الرد، يعني أي جهاز راح يجي في الشبكة ويقول والله هذا هو عنواني المنطقي فراح تثق فيه وما راح تتحقق من مصدره وصحته. كذلك تستقبل أجهزة الشبكة أي ARP response حتى ولو لم تكن أرسلتها، يعني هي ما أرسلت أي ARP request، فجاها ARP response فراح تقوم بقبوله وراح تقوم بتحديث جدول الARP بناء على هذا الARP response. هنا يستغل من يريد اختراق الشبكة هذه النقطة بحيث يتمكن من خلالها بتسميم جدول الARP، وزي ما ذكرنا عملية تسميم الجدول الARP أو الARP كاش بايزون لكي يحقق هجوم هذا التسميم. طبعا ايش راح يستفيد من انه يدخل معلومات خاطئة؟ راح يستفيد انه يحقق هجوم المان ان ذا ميدل ويكون وسيط فيما بين المستخدمين والراوتر. مثال عندنا هنا الجهاز بي سي رقم 1، هذا هو العنوان المنطقي والفيزيائي الخاص فيه. الجهاز رقم 2 هنا بيقع الشخص الذي يحاول الهجوم والتجسس على الاتصال ما بين الجهاز رقم 1 والراوتر. طيب الجهاز رقم 2 هو جهاز الشخص اللي ذكرنا لأنه يحاول اختراق الاتصال فيما بين الجهاز رقم 1 والراوتر. عندها سوف يقوم الجهاز رقم 2 بإنشاء 2 ARP response. الأولى راح يتم إرسالها للبي سي رقم 1، راح يقوم بإنشاء 2 ARP response. الأولى راح يرسلها إلى الراوتر البي سي رقم 1 أو الجهاز رقم 1، يخبره فيها أنه هو الراوتر وأن عنوانه هو 192.168.1.1 وأن العنوان الفيزيائي الخاص فيه هو 9.3. بعد كذا البي سي 1 لما راح يستلم هذا الارب ريسبونس سوف يقوم بتغيير جدول الارب الموجود لدى البي سي رقم 1 بناء على هذه المعلومة الموجودة في الارب ريسبونس المرسلة من الجهاز رقم 2، بحيث راح يقوم البي سي رقم 2 بإرسال تمام. بعد كذا لما يحب يرسل بياناته إلى الراوتر راح يرسلها وين؟ على البي سي رقم 2، لأن البي سي رقم 2 عرف عن نفسه أنه هو الراوتر في داخل جدول توجيه البيانات الARP. طبعا هذا مش حقيقي، ولكن هو أرسل ARP response وتم الاستجابة لي في البي سي رقم 2 وتم تحديث الجدول بذلك. بعدين البي سي رقم 2 راح يرسل ARP response ثانية إلى وين؟ إلى الراوتر. إيش راح يقول له فيها؟ راح يقول له فيها يا راوتر أنا هو الجهاز رقم 1 اللي هو صاحب العنوان المنطقي 192.168.1.100، والعنوان الفيزيائي تبعي هو مثلا 9.3، وعندها سوف يقوم الراوتر بتحديث جدول الارب الموجود لديه بناء على هذه المعلومة الذي وصلته،
والتي استلمها من الجهاز رقم 2. بذلك البي سي 1 عندما يريد الاتصال بأي شبكة خارجية أو الإنترنت فسوف يتصل بالجهاز رقم 2 لأنه يظن أنه هو الراوتر، والجهاز رقم 2 سوف يمرر البيانات إلى الراوتر 1. وكذلك الراوتر عندما يرسل بيانات إلى الجهاز رقم 1 سوف يرسل البيانات إلى الجهاز رقم 2 والذي يقوم بإيصالها إلى الجهاز رقم 2. وبالتالي أي اتصال سوف يحدث فيما بين الجهاز رقم 1 والراوتر سوف يمر من خلال الجهاز رقم 2 بهذا الشكل سواء ذهابا أو إيابا. وبهذه الطريقة الجهاز رقم 2 راح يحصل على نسخة من البيانات اللي قاعدة تمر فيما بين الراوتر والجهاز رقم 1، كذلك يستطيع منع إرسال البيانات فيما بينهما، كذلك يستطيع تعديل البيانات التي يستلمها ويرسلها إلى البي سي رقم 1 أو إلى الراوتر الموجود في الشبكة. ولتجنب هذه المشكلة يتم عمل الاستاتيك ار في داخل الشبكة، حيث يتم إدخال الماك ادرس بالإضافة إلى الاي بي ادرس الخاص بالراوتر والسيرفرات المهمة في داخل جدول الار. طبعا ما راح نقدر ندخل جميع الأجهزة لأن أكيد مثلا في شبكات كبيرة بيوصل عدد الأجهزة فيها إلى 1000 إلى 100 إلى 300، فراح تكون عملية صعبة أن احنا ندخلها بشكل مانيوال، ولكن راح ندخل فقط من باب الحماية عنوان الراوترات اللي راح ندخلها بطريقة الستاتيك ار في الأجهزة، كذلك مثلا السيرفرات تمام، بحيث نتجنب مشكلة تسميم جدول التوجيه بمعلومات خاطئة. وبالتالي عندما يتم أي جهاز تم تشغيل الستاتيك ار مثلا للراوتر وقام أي جهاز في الشبكة بإرسال ARP response يخبره أنه هو الراوتر، فسوف لن يتم تصديقه وسوف لن يتم اعتماد هذا الARP response وسوف يتم حذفه. لماذا؟ لأن تم إدخالها بشكل manual. أهم الأوامر التي نستخدمها والخاصة ببروتوكول الARP هي كالتالي: عندنا الأمر ARP-A، وهذا الأمر لرؤية جدول الARP الموجود لدينا في داخل الجهاز. عندنا بعد كده الأمر ARP-C، وبعد كده نكتب مثلا 10.1.1.1 ونكتب الماك أدرس. هذا لإضافة static ARP في داخل الجدول، فيتم إضافته بهذا الشكل ARP بعدين -C بعدين نضيف العنوان المنطقي وبعده العنوان المادي أو الماك أدرس. عندنا بعد كده الأمر ARP-D مثلا 10.1.1 وبرضو حطينا العنوان المنطقي. لاحظ هنا S يعني إشارة للإستاتيك، وهنا D إشارة للأمر Delete وهذا لحذف هذا العنوان من داخل الARP Table. إحنا هنا كتبناه وانشأناه، حبينا نحذفه راح نكتب ARP-D ونكتب العنوان المنطقي وما يقابله من العنوان المادي، وقتها راح يتم حذفه من داخل جدول الARP كاش الموجود في داخل الجهاز. ننتقل إلى الأمر NS Lookup، وهو أمر من خلاله نتعرف على الديفولت سيرفر التابع له الجهاز أو الموقع الإلكتروني زائدا الاي بي ادرس الخاص بالجهاز. ففي جهازنا لو قمنا بكتابة الأمر NS Lookup سوف يتم إظهار الديفولت سيرفر والعنوان المنطقي الخاص بجهازنا واسم الدومين اللي تقع فيها أو التي يقع فيها جهازنا في داخل الشبكة. ولو أردنا معرفة معلومات مثلا عن موقع معين مثلا جوجل، راح نكتب الأمر NS Lookup بعد كذا google.com، فوقت راح يظهر لنا معلومات زي اسم الدومين، السيرفر، العنوان المنطقي للسيرفر إلى آخر من المعلومات التابعة لموقع جوجل. أمر NS Lookup نستخدمه مع نظام ويندوز، أما مع أنظمة التشغيل لينكس فوقتها راح نستخدم الأمر DIAG اللي هو الأمر DIG. الأمر Host Name، الهوست نيم هذا الأمر عند كتابته فإنه يقوم بإظهار اسم الجهاز. مثلا احنا كتبنا هنا أمر هوست نيم فظهر لنا اسم الجهاز اللي نعمل عليه واللي قمنا بكتابة الأمر
host name. الأمر route print، وهذا الأمر يقوم بإظهار جدول التوجيه في داخل الأجهزة اللي هي تعمل بنظام التشغيل، بحيث يظهر لنا الشبكات اللي تم الاتصال فيها، وما هو السبنت ماسك الخاص فيها، ما هي عناوينها. جميع الشبكات اللي اتصلنا فيها راح تظهر من خلال الأمر route map. او عفوا ايش راوت ماب، قصدي راوت برنت. من خلال الويندوز لما نكتب هذا الامر راح يظهر لنا الشبكات اللي بيتم استخدامها او اللي تم الاتصال فيها والاجهزه اللي تم الاتصال فيها من خلال هذا الجهاز اللي احنا كتبنا فيه الامر راوت برنت. الامر mbtstate، وهذا الأمر لم يعد يستخدم لأنه لم يعد يتم استخدام بروتوكول يطلق عليها الوينز، وهو اختصار لويندوز انترنت وورك نيمينج سيرفيس. والوينز حل محله بروتوكول الدي ان اس، والفرق فيما بين الوينز والدي ان اس ان الوينز يقوم بتخزين الاي بي والنت بايوس نيم اللي هو اسم الجهاز، بيتم فقط تخزين اسم الجهاز والعنوان المنطقي. مثال عندنا مثلا عنوان منطقي 10.1.1.1 واسم الجهاز ABC. اما مع الدي ان اس فيقوم بتسجيل الاي بي بلس الفي كيو دي ان، والفي كيو دي ان هي اختصار لفولي كواليفايد دومين نيم، وهي يعني اسم الجهاز مع اسم الدومين الذي يقع فيه الجهاز. مثال عندنا هنا 10.1.1.1 واسم الجهاز ABC واسم الدومين .digitalnetworks مثلا .biz، تمام. فراح يتم تخزين هذه المعلومة بأكملها في داخل الـ DNS. ورغم اختفاء الوينز إلا أن هذا الأمر ما زال مذكور في المقرر اللي هو الـ mbtstate. و بالتالي عندما يكون عندك تعريف بسيط عنه لو جاء في الامتحان، بس حبينا نعرفه. طبعا من اهم الاوامر الخاصة بالـ mbtstate هو امر مثلا عندنا الـ mbtstate مثلا بعدين نحط minus c كامر او كخيار اضافي، وهذا الامر راح يتيح لك رؤية جدول الوينز الموجود على الجهاز والمدخلات الموجودة ان وجدت. طيب عندنا الامر ال netstate، يمكنك من خلال هذا الامر الاطلاع على بعض المعلومات في الجهاز. فمثلا عندما نكتب الامر netstate-r، فوقتها هذا الأمر راح يعادل أمر الراوت برنت، حيث يقوم بإظهار جدول التوجيه الموجود على الجهاز. ولو كتبنا minus a فمن خلال هذا الخيار راح يتم إظهار جميع الاتصالات التي حدثت في داخل هذا الجهاز مع إظهار بروتوكول النقل المستخدم، هل تم استخدام الـ TCP أو الـ IP أو الـ TCP عفوا أو الـ UDP. عندنا بعد كذا minus n وهو لإظهار العناوين المنطقية التي تم الاتصال بها زائدا أرقام المنافذ التي تم استخدامها. أمر النت ستيت موجود في الويندوز وكذلك في لينكس ويونكس. ننتقل إلى التنت. التنت وهو بروتوكول من بروتوكولات التي سي بي اي بي، ويستخدم للاتصال بالاجهزة عن بعد بشرط اذا كان هذا الجهاز تم اعداده وتفعيل التنت عليه، وكان لديك صلاحية الدخول على الجهاز بالتنت، وذلك من خلال امتلاكك لاسم اسم المستخدم وكلمة السر. عندها نقوم بكتابة الامر التنت متبوعا بالعنوان المنطقي الخاص بالجهاز في داخل مثلا السي ام دي. سوف يطلب منا إدخال اسم المستخدم وكلمة السر لنتمكن من الدخول، وبالتالي نصبح في داخل الجهاز نتمكن من عمل الإعدادات عليه عن بعد. ولكن يوجد مشكلة في التنت التي سوف
البيانات اللي راح يتم تبادلها فيما بين الجهازين راح تكون clear text أي غير مشفرة، وبالتالي لو هناك كان شخص في المنتصف يتجسس على الاتصال فيما بين الجهازين عنده راح يتمكن من الحصول على نسخة من البيانات وسوف يتمكن من قراءتها. لذلك يتم تفعيل بروتوكول آخر مع بروتوكول التنت وهو الـ SSH اختصار لSecure Shell. من خلال هذا البروتوكول راح يقوم بمهمة تشفير البيانات فيما بين الجهازين، بحيث لو حصل المخترق على نسخة من هذه البيانات فسوف يحصل عليها مشفرة وبالتالي لن يفهم منها شيء. طبعا التنت هو بيخلينا ندخل على الأجهزة بطريقة الكوماند لاينز أو الأوامر النصية وليس عن طريق نظام النوافذ، وإنما أوامر نصية يتم كتابتها وتعديل الإعدادات على الجهاز الذي ندخل عليه من خلال الأمر تنت. ننتقل للـ FTP واللي هو اختصار لـ File Transfer Protocol، وهو كما نعلم بروتوكول من بروتوكولات الـ TCP/IP ويتم استخدامه لنقل الملفات سواء كرفع أبلود أو كتنزيل داونلود. ويجب أن يكون الـ FTP سيرفر موجود على الشبكة ويملك اسم مثلا digitalnetworks.com لفتحه من جهاز على بعد، أو مثلا عندنا هنا في المثال كاتمين networks.com لفتحه من جهاز عن بعد. نذهب إلى الـ CMD ونكتب الأمر بالشكل التالي، راح نكتب الأمر FTP، راح يتم فتحة الـ FTP إدخالنا إلى المود الخاص بالـ FTP، وقتها راح نكتب الأمر Open FTP، وهنا طبعا هذا الـ FTP.networks.com هذا اسم السيرفر الخاص بالـ FTP. بهذه الطريقة بهذا الأمر راح يتم إدخالنا إلى داخل السيرفر. عنده طبعا راح يطلب منا إدخال اسم، سوف يطلب منا كلمة السر الباسورد راح نقوم بإدخالها، فيتم إدخالنا إلى الـ FTP سيرفر لعمل تنزيل لملف موجود على الـ FTP سيرفر ونريد تنزيله على الجهاز. راح نكتب الأمر get مثلا network plus dot مثلا امتداد الملف exe مثلا. لرفع ملف نكتب الأمر، طبعا رفع ملف من جهازنا إلى الـ FTP سيرفر راح نكتب الأمر put مثلا nplus.txt. بعد كده للخروج من الـ FTP سيرفر راح نكتب الأمر quiet، وبذلك راح نخرج من الـ FTP سيرفر. زي ما شفنا هذه كانت مجموعة من أهم الأوامر اللي بيتم استخدامها في الـ TCP/IP واللي بيتم تدريسها في منهج النتورك بلس. يوجد أوامر أخرى ولكنها نادرة الاستخدام وغير مذكورة في منهج النتورك بلس. هذه الأوامر زي ما شفنا بتفيدنا جدا كمهندسين شبكات، ولازم تنحفظ لأنه هي تنفهم وفي نفس الوقت أيضا تنحفظ عشان نقدر نستخدمها لما نكون مسؤولين عن شبكة. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، وعلى أمل أن ألقاكم في الفيديو القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.